بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد أشرف الخلق وبعد. الأستاذ الكاتب الصحفي نائب رئيس تحرير الأهرام للشؤون الاقتصادية الأستاذ ممدوح الولي نقيب الصحفيين المصريين. الكاتب الصحفي نائب رئيس تحرير الجمهورية الأستاذ جمال عبد الرحيم وكيل نقابة الصحفيين. الخبير الإعلامي في الشؤون العسكرية الأستاذ شاب العلكي نائب رئيس تحرير المسائية بأخبار اليوم. الكاتب السياسي صفوان عمران نائب رئيس القسم السياسي للجمهورية. السيد الأستاذ الدكتور كريم مصلح عميد كلية الآداب. السيد الأستاذ الدكتور محمود الخضري وكيل كلية الآداب، وأنا أعتذر إني ما رحبتش فيه في القاعة هناك. السادة النواب البرلمان ومسؤول الأحزاب السياسية ومراسل الصحف والقنوات الفضائية، السادة عمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأساتذة الإعلام، أبنائي وبناتي طلاب وطالبات خاصة قسم الإعلام. تحية خاصة للدكتور صابر عارس على هذه الندوة التي عنوانها يكون استقرار مصر يبدأ من الإعلام. أهلا ومرحبا بكم جميعا في جامعة السوهاج التي يشرفها كثيرا أن تحتضن اليوم وفدا من نقابة الصحفيين وصفوة المجتمع في عمل وطني كبير. قد يكون الأول من نوعه في الجامعات المصرية، لنرسم سويا خارطة الطريق تخرج بالإعلام من دوره في إسكاء روح الصراع ونشر الشائعات بين طوائف المجتمع وتياراته السياسية إلى دور وطني يتحمل